ركلات الركنية عموما في المجموع، والفريقان ليس فقط متعادلين في النتيجة بدون أهداف، لكنهم حتى في عدد الركلات الركنية بأربعة ركنيات لكل فريق. دانيال باريخو كرة عالية ويأتي الهدف الأول، هدف أول في المباراة لصالح فالنسيا. فالنسيا وعادل رامي يسجل، عادل رامي يسجل لفالنسيا في الدقيقة 38 الهدف الأول والهدف الثاني له في الليغا الأسبانية. عادل رامي الفرنسي الهداف المغربي الأصل والفرنسي الدولي هداف المدافعين حقيقة بالنسبة لفالنسيا، بعد ركلة ركنية كانت نفذت عن طريق دانيال باريخو عالية في الإعداد، خروج غير موفق من داوود أواتي، وعادل رامي يضع الكرة في المرمى. هذه عادة مرة أخرى، شوف الخروج غير الموفق، وجاءت بالتسديدة كانت من قلبي الدفاع من فيكتور رويز ومن عادل رامي. فيكتور رويز وضع الكرة وتخلصت من الدفاع وعادت لعادل رامي المتواجد في مكان مميز للتسجيل، وبالتالي يسجل. ولكن يعني هل هو كان متقدم على آخر ثانية؟ وحميد يتقدم لصالح ريال مايوركا، هو صاحب هدفين في المسابقة، يتقدم ويسجل هدف الثالث في المسابقة ويسجل هدف التعادل لصالح ريال مايوركا في الدقيقة الثالثة في الوقت بدل الضائع. يستحق هذا الفريق هنا على ملعبه في الإبرو ستار في أونو ستاديوم أن يحرز هدف التعادل بعد أن سيطر على مجريات شوط كامل في المباراة، وهو شوط المباراة الثاني، ليحرز هدف التعادل. جاء عن طريق ركلة جزاء وضعها بسهولة على يمين الحارس، واتجه الحارس باسم الكويت على الناحية اليسرى، والتعادل بهدف الهدفين الفريقين، وكانت آخر نتيجة للتعادل الإيجابي بهدف الهدفين الفريقين في موسم 2002 وبالتحديد في 13 من شهر ابريل عام 2002، والهدف الاول في المباراه لصالح ريال مايوركا وهدف التعادل في اللقاء يحد قليلا من طموحات وتطلعات فالنسيا في التقدم اكثر في الليغا الاسبانيه.